انطباعي الأول لما اجيت على فرنسا كان شفت انه في شعب بحبنا وشعب عن جد بده يساعدنا انه متضامن معنا، وحبيت انه الاشي كتير انه كيف دعمونا ووقفوا معنا. بنظر انه اوصل صوت شعبي للشعب هون عشان واحكي لهم عن المعاناة اللي بعيشها الفلسطيني بسبب الاحتلال الاسرائيلي، وبنظر منهم انه الدعم بشكل اكبر ويكون كلنا متوحدين عشان انهاء الاحتلال. طبعا هي وسيلة جيدة طبعا انه يتقاطع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل اشي، حتى بالمنتجات بكل اشي. هالاشي بيساعد على التحرير واكيد انه بعطي نتيجة. انه يكون ايد واحدة وانه هم شركاء معنا في النضال من اجل الحرية، ويضلوا دائما يوعوا الاجيال الصغار والكبار كمان، ويعمل محاضرات بالمدارس وبالجامعات وين ما كان، نتبع عن القضية الفلسطينية وشو بصير بفلسطين.